هل سمعتم الأذان من جانبهم؟ اللهم لا. اللهم فاشهد. قد أحضرنا إليهم مرتين. أحملوا على بركة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد أن أعلنت القبائل العربية ردتها بشكل واضح وصريح، وأرسل بعضهم يرسلون العروض لأبي بكر، نصلي ولا نزكي أو يزكون ولا يصلون، وهذا الذي أنزل عليه قرآنا جديدا، وتلك المتنبئة التي ظهرت وتتصل بالسماء، لم يكن أمام الخليفة أبي بكر الصديق إلا أن وزع ألويته لتشمل كافة المناطق التي أعلنت ردتها، فجعل اللواء الأول بقيادة خالد بن الوليد وأمره بقتال طليحة بن خويلد الأسدي، فإذا فرغ من قتال بني أسد سار لقتال مالك بن نويرة زعيم بني يربوع من تميم، وجعل اللواء الثاني بقيادة عكرمة بن أبي جهل ووجهه لقتال مسيلمة بن حبيب الحنفي في اليمامة، وجعل اللواء الثالث لشرحبيل بن حسن وجعله مددا لعكرمة في قتال مسيلمة، فإن انتهيا منه يلحق شرحبيل بقواته مددا لعمرو بن العاص في قتال قضاعة. أما اللواء الرابع فجعله أبو بكر للمهاجر بن أبي أمية لقتال الأسود العنسي في اليمن، ثم لقتال عمرو بن معد يكرب الزبيدي وقيس بن مكشوح المرادي، ومن بعدهم يقاتل الأشعث بن قيس الكندي وقومه، واللواء الخامس فكان لسويد بن مقرن الأوسي، واللواء السادس للعلاء بن الحضرمي لقتال زعيم بني قيس ولقتال مرتدي البحرين. أما اللواء السابع فكان لحذيفة بن محصن لقتال ذي التاج لقيط بن مالك الأزدي الذي تنبأ في عمان، والثامن كان لعرجفة بن هرثمة ووجهه إلى بلاد مهرة. معركة بزاخة وطليحة الأسدي. لقد اصطف الجيشان، فما أمرك؟ وعدني جبريل بوحي جليل فيه شفاء للعليل، فأنا بانتظاره. أما أنتم فبالبدار البدار، ناجزوهم حتى يولوا الأدبار. كانت مواجهة المسلمين مع أولى جيوب الردة في منازل بني أسد ببزاخة، حيث اتجه خالد بن الوليد على رأس جيش بلغ تعداد أفراده 4000 مقاتل، أقلهم من المهاجرين وأكثرهم من القبائل القريبة من المدينة وبعض بني كنانة، وكان فيهم من الأنصار ما بين 400 إلى 500 مقاتل بقيادة ثابت بن قيس، وعسكر جيش طليحة في سميراء، وانضمت إليه فلول بني عبس وذبيان الذين هزمهم أبو بكر، كما انحازت إليه قبائل غطفان وسليم ومن جاورهم من أهل البادية في شرق المدينة، وحاول استقطاب طيء للانضمام إليه عن طريق الحلف الذي كان بينهم وبين بني أسد في الجاهلية، فتعجل أقوام من جديلة وهمام طيء بالانضمام إليه، وأوصوا باقي القبائل الذين تأخروا عنهم باللحاق بهم، وبذلك اشتد ساعد طليحة حتى ظن أنه لا يغلب، ونقل معسكره من سميراء إلى بزاخة الأكثر مناعة والأكثر استعدادا لمواجهة محتملة مع خالد بن الوليد. أمر أبو بكر خالدا أن يبدأ بطيء قبل أن يتوجه إلى بزاخة، وبعث عدي بن حاتم الطائي وهو أحد الأشخاص الذين ثبتوا على إسلامهم حتى يدرك قومه طيئا ويحاول إخراجهم من التحالف مع طليحة والعودة بهم إلى طاعة المدينة، ونجح عدي في مهمته، لكن كان على طيء أن تسحب قواتها الموجودة في معسكر طليحة خشية أن يقتلهم طليحة أو يرتهنهم، فطلبوا من عدي أن يكف خالدا عنهم حتى يستخرجوهم، واستحسن خالد هذا العرض وأمهلهم 3 أيام، مدركا في الوقت نفسه أن من شأن ذلك أن يكسبه قوة إضافية ويضعف من قوة خصمه، وطلب القوم من إخوانهم في البزاخة أن يعودوا إلى منازلهم ليساعدوهم في التصدي لزحف المسلمين، وسمح لهم طليحة بالعودة، فانضم بذلك 500 مقاتل من طليحة إلى صفوف المسلمين، وارتحل خالد بعد ذلك يريد جديلة.
الليلة. فتدخل عدي بن حاتم الطائي وأقنع جديليين بالعودة إلى حظيرة الإسلام، ويبدو أن انضمام الغوث الذين انشقوا عن طليحة وانضموا إلى المسلمين شكل دافعا لهؤلاء لتغيير موقفهم. فانضم 500 مقاتل منهم إلى صفوف خالد، وأضحى عدد جنوده 5000، كما انضمت سليم إلى صفوف المسلمين، وكانت لا تزال مترددة إلى أن زحف خالد نحو بني أسد، فخشيت على نفسها. بلغت أنباء التحولات الجديدة طليحة في بزاخة، فاغتم لذلك، لكنه أصر على موقفه، وشجعه عيينة بن حصن الفزاري، الذي كان يكن الحقد على أبي بكر والمسلمين، وبث طليحة العيون على فجاج الصحراء، حتى لا يؤخذ على غرة، وعلم من العيون بزحف المسلمين قبل أن يصلوا إلى بزاخة، فعبأ قواته استعداداً للمواجهة، ووضع خطة عسكرية قائمة على الغلبة وعلى الفرار في حال الهزيمة، فعزل معظم النساء في مكان أمين لئلا يقعن في السبي إذا دارت الدائرة عليه، وأحاط نفسه بأربعين فارساً من أشد فتيان بني أسد. فاق جيش طليحة جيش المسلمين عدداً بألف مقاتلاً أو أكثر، كما توفر لديه الكثير من السلاح والركائب، وكانت البلاد حيث يعسكر هي بلاده ودياره، فكان يشعر بالراحة، عكس الجيش الإسلامي الذي كان على أفراده أن يقاتلوا بعد سير مئات الأميال في الأودية والجبال والصحاري المقفرة. التفت قيس وبنو أسد حول طليحة واستعدوا للمواجهة الفاصلة والقتال، فأشارت جماعة من طيء على خالد بن الوليد أن يحارب قيسا ويعدل عن بني أسد، وذلك لحلف كان بينهم في الجاهلية. فعارض عدي بن حاتم الطائي هذا التوجه، وكان خالد حريصا على ألا يسمح لأي انشقاق يحصل داخل صفوف قواته، فهو بحاجة إلى كل مقاتل نظرا لشدة بأس عدوه الذي يحارب على أرضه. فأقنع عديا بمجارات قومه، وهكذا قاتل الطيء قيسا وقاتل سائر المسلمين بني أسد، والتحم الجيشان في رحى معركة ضارية انتهت بانتصار المسلمين. قاتل خالد بن الوليد في هذه المعركة كما لم يقاتل من قبل، كان يجتمع عليه الرجلين والثلاثة والأربعة فيطرحهم أرضا ويقتلهم، ويضرب بسيفه فلا يرده إلا برأس أحد المرتدين. وكان المسلمون ينظرون إلى ثبات خالد في هذه المعركة فيثبتون بثباته. وانقض الفزاريون على طليحة بعد أن اكتشفوا أنه كاذب، فطاردهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، وكان عيينة سالف الذكر من بين الأسرى. ولاذ طليحة بالفرار حتى منازل كلب على تخوم الشام، وقتل من جيشه خلق كثير، وعاد من بقي عن ردته. وعندما علم طليحة بتحول كفة الصراع إلى جانب المسلمين، وبلغه ما لقيت أسد وغطفان من الشدة وعودة من ارتد منهم إلى الإسلام، أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، واشترك في معركة القادسية إلى جانب المسلمين، وكانت نهايته في معركة نهاوند رحمه الله وغفر له. كانت نهايته في نهاوند عندما سقط في ساحة القتال، سقط مع من سقط من الطرفين. وبعد انتصار خالد بن الوليد كتب إليه أبو بكر الصديق يدعوه إلى الاستمرار بحرب أهل الردة، وألا يتساهل معهم، وخاصة الذين نكلوا بالمسلمين وعذبوهم. وعلى هذا الأساس أقام خالد بن الوليد حوالي الشهر في بزاخة، نفذ خلالها عمليات عسكرية ضد فلول المرتدين، وهكذا عاد بنو عامر وسليم عن ردتهم، وطلب منهم خالد تسليمه الذين قتلوا المسلمين ومثلوا بهم أثناء ردتهم. فلما جيء بهم عفى عن المقاتلين العاديين وأرسل الزعماء إلى المدينة، وكان من بينهم قرة بن هبير صاحب ردة بني عامر وعيينة بن حصن الفزاري. وعفى أبو بكر بدوره عن قرة وعيينة سالفاء الذكر بعد أن تابا، كما عفى عن علقمة بن علاثة الكلبي، لكنه أمر بإعدام بجير بن عبد الله السلمي نتيجة ما اقترفت يداه من العدوان والقتل بحق المسلمين. وخلال تلك الفترة كان بعض أصحاب طليحة ومن معهم من الرجال الذين التفوا حول امرأة تدعى سلمة، سلمة بنت مالك الفزارية، وتكنى أم زمل، ولها ثأر عند المسلمين بسبب مقتل والدتها أم قرفة التي قتلت في العهد النبوي على يد زيد بن حارثة. فخرج إليها خالد وهزمها وجيشها وقتلها وأرغم أتباعها على الفرار.